الجريمة في المغرب تفيد، سوف أستولي على كل العقارات في المغرب، وبعدها سوف أستولي على العالم. في تحقيق السبت نفتح هذا الأسبوع ملف الاستيلاء على ممتلكات الغير، أراضي ومباني عقارية تعرض أصحابها للنصب والاحتيال عبر تزوير الوثائق الرسمية والإدلاء بوثائق عرفية. هذا الملف أثار الكثير من الجدل، خاصة بعد صدور أحكام عن القضاء لفائدة الضحايا دون أن يتمكنوا من تنفيذ هذه الأحكام واستعادة ممتلكاتهم. تحقيق حسن الأحمدي سعيد بن زيزو. بحي الليمون بالدار البيضاء، فوجئ عبد الحي عكاشي باستيلاء شخص على بقعته الأرضية التي كانت مخصصة لبناء فيلا على مساحة 600 متر مربع، كان ذلك سنة 2009. الفيلا البيضاء هي الفيلا اللي جيت صدفة واحد السبت العشية باش نتفقدها، وكنتفقد كل 4 شهور كنجي نتفقد هاد الأرض ديالي، فإذا بيا كنتفاجئ بأن لي كروز أوفر طلعوا تبنات، واخا انه قلت ليه منين عند من شريتي، قال لي عكاشي عبد الحي، جبت لك كارت قلت له لا كارت انا عكاشي عبد الحي. كانت الصدمه اقوى عندما علم عبد الحي عكاشي ان الارض الثانيه التي اقتناها لشقيقه هي الاخرى تم الاستيلاء عليها بنفس الطريقه وبنفس الحي. مشيت للمحافظه اذا فكنلقى حتى هذه تم الاستيلاء عليها بوثيقة مزورة، لكارت ناسيونال مزورة بطريقة يعني بشعة، استولوا على الأرض ومن 2009 وحنا التجأنا للقضاء. جيرار بيني طاح هو الآخر، توفي دون أن يستفيد من فيلته بعين دياب. سوزان موسكا 84 سنة، أمريكية مقيمة بالمغرب منذ 50 سنة، استولت مافيا العقار على ممتلكاتها، وهذه ابنتها تطلق صرخة استغاثة. تصارع أمي من أجل ممتلكاتي منذ 30 سنة. أنصفنا قضاء طنجة سنة 2011، لكن وللأسف ومنذ 10 سنوات لم نتمكن من تنفيذ الحكم. ضحايا مافيا العقار بالداخل والخارج تكتلوا في جمعية للدفاع عن حقوقهم. موسى الخال الناطق الرسمي لهذا الإطار. خاضت الجمعية صراعا طويلا داخل المحاكم تم خضع عنه الحكم على أعضاء الشبكة. هناك ملفات تتجاوز 400-500 ملف، وهناك ملفات مفبركة. جيرار بيني طاح توفي دون أن يستعيد حقه. الصالحي رانيري كذلك، بينما السيد كيميا لم يجد موردا للعيش، نحن من نقوم بمساعدته. في دجنبر من سنة 2016 أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته لوزير العدل للتحقيق في هذه الملفات. أصدرت محاكم المملكة أحكامها لفائدة الضحايا، لكن هؤلاء لم يستطيعوا تنفيذ الأحكام. معد التحقيق حسن الأحمدي يحضر معنا في الاستوديو. حسن أهلا بك، تابعت عددا من القضايا المطروحة على القضاء بهذا الخصوص، إلى ماذا يعزى استفحال هذه الظاهرة خاصة في الحواضر الكبرى التي تعيش إشكالية نقص أو شح الوعاء العقاري؟ نعم زهرة، يا فضائح عقارية تعرفها مختلف المدن المغربية، وقد سبق للقناة تليدوزام أن تطرقت لهذه الملفات في أكثر من مناسبة. في اتصالنا بمحامي الضحايا سعيد صوالح أستاذ بهيئة المحامين بالدار البيضاء الذي ينوب عن ملفات ضحايا حي بورغون وعين دياب، شرح لنا وبالتفصيل الطرق الاحتيالية التي قد تسلكها مافيا العقار للسطو على ممتلكات الغير. لكن كيف تتم العملية؟ تطلب مافيا العقار من بعض الموظفين بالمحافظة العقارية تسليمهم لائحة بممتلكات الأجانب والمغاربة الذين تغيبوا عن تفقد عقاراتهم. تقوم العصابة بتزوير الوثائق الرسمية بما فيها البطاقة الوطنية أو الاستعانة بوكالة لمالكين وهميين بأوروبا، كما أن بعض موظفي الأبناك قد يورطون البنك بالتواطؤ مع الشبكة من خلال تمكين أفرادها من الحصول على قروض تزيد بكثير عن القيمة الحقيقية للعقار من جهة لإظهار حسن النية، ومن جهة ثانية يصبح العقار المتنازع عليه في ملكية البنك افتراضيا، ما يصعب على الضحايا استرجاع ممتلكاتهم ولو حصلوا على أحكام بالاستحقاق من طرف القضاء.
وفي حال الحكم على أفراد الشبكة تبقى العقارات مسجلة باسم أفراد هذه الشبكة. طيب زهرة حسن، أمام هذا الوضع ما هي الإجراءات التي اتخذها المشرع لجزر كل من تطاول على ممتلكات غيره؟ نعم زهرة، المشرع المغربي ومن أجل وضع حد لهذا المشكل قام بإلغاء العقود العرفية بما فيها الوكالة، فلا يحرر عقد البيع إلا من قبل المحامي أو الموثق أو العدل، كما أن الرسالة الملكية الصادرة بتاريخ 30 دجنبر 2016 والموجهة للسي وزير العدل سابقا جاءت لتدق ناقوس الخطر واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للبت في القضايا المطروحة على المحاكم. لكن الفضيحة العقارية لبورغون حيرت المحامين والحقوقيين والضحايا كذلك والمتمثلة في بيع 10 فيلات ب 120 مليون سنتيم، نعم ب 120 مليون سنتيم، مبلغ لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار في السوق، مع طرد أصحاب هذه الفيلات إلى الشارع. هذه الواقعة طرحت أكثر من تساؤل حول دور مصلحة الضرائب والمحافظة العقارية في مراجعة الوثائق والتحقق من مصداقية عقد البيع والتسجيل في رسم العقاري. أمام تنامي هذه الظاهرة على كل مواطن في حال إبرام عقد البيع أن لا يكتفي بتسجيل العقار، بل يتعين عليه لزوما أن يقوم بتحفيظه وأن يتفقد ممتلكاته من حين لآخر خوفا من شبكة السطو على ممتلكات الغير. هو واحد من العديد من سكان المغرب الذين وقعوا ضحية ما يعرف بعملية السطو على العقارات، فمنذ سنوات يسعى فيصل كيميا إلى استعادة ملكية منزله المسجل باسم شخص مسجون بتهمة التزوير كما يقول. الشيء اللي نقول أنا كنت في الأول غلط، كانت يتحب لي بأن غير يتحكم الملف وناخذ داري، ولكن اللي فهمت أنه ما يمكنش تاخذ هذا دابا بسميتك تيكون حكم عندك نهائي. باقي حنايا، باقي دابا حنايا الله في مرحله استئنافيه. طول الانتظار يحول حياه الضحايا الى جحيم، هكذا يصف فيصل مسار استرجاع الضحايا لممتلكاتهم. فرغم اقرار السلطات المغربيه عام 2015 قوانين تدين مافيا العقارات ومن يساعدها في عمليات التحيل، لم تتمكن سوى ضحيه واحده من استرجاع املاكها بعد محاكمه استمرت 38 عاما، كما تؤكد جمعيه حق وعداله بالمغرب التي تتبنى اكثر من 400 ملف. العصابات ديال السطو على املاك الغير اللي بحق وحقيق عصابات اجراميه، هي كما كنقولوا عندها تجدر بنيوي، عندها المساعدين ديالها في جميع القطاعات الرسميه وغير الرسميه، في المهن الحره وفي ضمن مؤسسات الدوله للاسف الشديد. عمليات السطو كانت تستهدف في البدايه العقارات المهمله التي يملكها اجانب غادروا المغرب او توفوا، ثم توسعت لتشمل عقارات يملكها مغاربه يقيمون بالخارج، ويمكن ان تطال الان اي شخص بمجرد استظهار المتحيل ببطاقه هويه مزوره وبتقديم رشاوى وإتاوات لمحامين وكتاب عدل وموظفين فاسدين في الإدارات، من بينهم موظفون في المحافظة العقارية. ذهبت إلى كاتب العدل الذي قام بتحرير السجلات العقارية وقدم لي بطاقة قائلا لي لقد تعاملنا مع هذا السيد، وقد لفتت البطاقة انتباهي لأنها مزورة بشكل فظيع، لم يكن بها سوى اسمي ورقم البطاقة، أما باقي البيانات فكلها خاطئة. إلى ذلك تستغل العصابات ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور 4 سنوات من وقوع عملية التزوير بحكم التقادم، في ظل عدم إشعار المالكين الحقيقيين بأي تغيير يطرأ على سجلاتهم العقارية. هذا وتطالب جمعية حق وعدالة بالمغرب باستحداث غرفة قضائية متخصصة لتسريع معالجة ملفات ضحايا السطو على العقارات والحد من خطورة الوضع العقاري في المغرب. هناك مسؤولين اقتنوا مجموعة من العقارات بعقود عرفية، وهادو الشهود كلهم يتقنون الشهادة. تنخلص الكرة ديالي، تنخلص القوانين ديال المخزن، علاش غادي يخرجوني من هاد الدار؟ بعض القضاة للأسف استفادوا من العقارات موضوع هذه الدعاوى.
أنا أتساءل أين الدولة؟ لأنها مافيا المساطر القضائية. مجموعة من وسائل إعلام والزملاء رفضوا الخوض في ملف مافيا العقار نظرا للتهديدات التي تلقاها البعض منهم. بعد صرخة بيجو بدأ الإعلام يظهر، تكسر حاجز الخوف، دخل مجموعة من الزملاء لتغطية هذا الحدث والنبش في هذا الملف. اللي تشجعوا وجاوا احتجوا وقالوا لا. وحين علم بالقصة تطوع محام من المدينة فتبنى القضية. تبنينا هذا الملف ومشينا فيه خطوة خطوة، وفعلا بعد مؤازرة إياها بدأت تسترجع هي وأسرتها ثقتهما انطلاقا من تلك الصرخة التي وقعت أمام المحكمة الابتدائية تيزنيت، امتدت إلى باقي أرجاء الوطن وحركت ملفا، نقول بأن ملف كان ساكنا وكان مسكوتا عنه، واللي جعل واحد المجموعة ديال الحركات الاحتجاجية تبنى هذا الملف محليا جهويا ووطنيا، يمكن نقول حتى دوليا، من خلال الوقفات اللي شاهدته على مستوى الدولي بالخصوص بفرنسا. أخذت القضية بعدا جديدا حينما قرر ابن المدينة وبرلمانيها السابق محمد عصام أن يكون أول من يعرض قضية إيبا إيجو في أروقة البرلمان. إيبا إيجو انطلقت صرخة مدوية أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت لعجوز وصل منها الألم والظلم مبلغا كبيرا، فلم تتمالك نفسها وهي تفجر تلك الصرخة أمام المحكمة في اعتصام مفتوح لعائلتها المكونة من زوجها ومن ابنها. كان محمد عصام قد أشار بأصابع الاتهام صراحة إلى ما سماها مافيا العقار، وهو الطابو ديال مافيا العقار. لم تكد تمر فترة قليلة على تصريحه هذا في البرلمان حتى جرد من صفته البرلمانية بقرار من المجلس الدستوري. مولاي حماد الوزاني وزوجته إيبا إيجو، ولكن يتعلق الأمر بشخص له شبكة علاقة. اللي غريب في هذا الملف اللي يتعلق بي وهو السرعة التي اتخذ بها قرار بالمجلس الدستوري. فالمحكمة قال بين قرار ديال محكمة النقد وبين القرار ديال المجلس الدستوري مرورا برجوع الملف الى محكمة الاستئناف، يعني ثلاثة المحطات تيدوزو في اقل من شهر او شهر وشي شوية، وحنا كنعرفوا القضاء ديالنا الكسيح في المغرب في الاجراءات ديالو في طول المساطر. كنجيو لهذه الحالة كنلقاو بان السرعة تمت بشكل، يعني يتعلق الامر بشخص عاتى في الارض فسادا في المنطقه ست الاقاليم، اقليم اقليميم، اقليم سيدي افني واقليم تيزنيت. هذا الشخص معروف في المنطقه كيستغل النفوذ ديالو، عنده تقنيات اقل ما يقال فيها بانها تقنيات ذكيه جدا في الاستيلاء على الاراضي الغير، نوعيه العقود التي يستند عليها هذا الشخص لبناء السك العقاري او لاخراج الناس من العقارات ديالهم. هي عقود في أغلبها، إنما أقول في كلها، عقود عرفية. بين الأمور التي وجدناها فيما يتعلق بهذه العقود أن الإنجاز ديالها محدود من حيث المكان تنجزت فيه، غالبا الأمور كتدور في دائرة ديال الدائرة الإدارية ديال الخصاص أو بالجوار ديالها، سواء في إقليم تيزنيت أو في إقليم قلميم. أشخاص البائعين لهذه العقارات غالبا كان شخص غالبا يريد كثيرا في هذه العقود. هذا الشخص لا يعرفه أحد من أهل المنطقة، ولا نتصور في مثل هذه المجتمعات القروية واللي مرتبطة بالأرض والناس كيورثوا فيها الأرض ديالهم أبا عن جد، أنه يكون شخص غير معروف الأصل وغير معروف حتى الشخص أنه يمتلك وسط الناس في الدوائر ديالهم عقارات اللي تكون وسط العقارات لموروثة أبا عن جد.
فهو من بين الامور التي يلجا لها في جميع الدعاوي اللي كان هو طرف فيها انه يستطيع ان يطعن في اي شاهد شاهد. وهذو الشهود كلهم يتقنون الشهاده. راه بحال الا دوزتيهم في مدرسه متخصصه في تخريج الشهود. راه الذي يطلع على ملفات الشهود من مدينه قلميم والملفات راه كاين شاهد اللي شهد في 3000 قضيه و15 سنه ديال الشهاده وحقوق ديال واحد المجموعه ديال المواطنين ذهبت. كاين اللي يمكن دابا حكموا عليه بالسجن ونفذ السجن، كاين اللي يمكن حكموا عليه بانتزاع العقار ديالو ومشى ليه العقار ديالو. منطقي ان يشهد شخص ينتمي الى منطقه مثلا الخصاص على عقار في الخصاص، منطقي عادي. ولكن ان يشهد ذات الشخص على عقار في إطباء عمران وعلى عقار في ولاد جرار وعلى عقار في قليم قلميم وعلى عقار في قليم تيزليت وعلى عقار في كل مكان، هذا يستحيل انه الانسان تكون عنده درايه كامله بهذا الشيء. اذا حنا كدفاع او كقضاء امام واحد الهلهله نسموها هلهله ديال وسائل الاثبات وسائل الترجيح امام القضاء اللي هي معتمده على العنصر البشري، العنصر البشري هو الشاهد. تجد ان في الملف الفلاني هناك اصطناع وثيقه مزوره هي اراثه او وكاله، وفي الملف الثاني هناك خلق شخص وهمي، وفي الملف الثالث هناك يعني خلق عائله كلها وهميه. وتجد ان الاشخاص اللي في الملف الاول هم نفسهم في الملف الثاني، وان بعضهم يوجد في الملف الثالث، بحيث ان الامر اعتبر ظاهره وظاهره من منظور القانوني تعتبر عصابه اجراميه. اركان رئيسيه ثلاثه تبني عليها مافيا العقار عمليات نهبها واستيلائها على أملاك الغير، وهي عقود البيع الوهمية وشهود الزور، بالإضافة إلى أن عناصر المافيا من موثقين ومحامين تتكرر نفسها في العديد من ملفات الاستيلاء على العقارات. هذه الملفات وهذه القضايا يقوم عليها ويشرف على عمليات التزوير وعلى خلق الأشخاص الوهميين والوثائق المزورة أفراد يعتبرون في منظور القانون عصابة إجرامية، ما دام أن هناك اتفاق كما يسمي القانون مهما تكون مدته أو عدد المساهمين فيه وجد من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال. هذه العصابة الإجرامية وحدت جهودها وكثفت جهودها وأبرزت يعني خبرات عميقة وخبرات لا يستهان بها في مجال تزوير الوقائع وتزوير الأحداث وتزوير الأشخاص ونقل الملكيات والسطو على عقارات لأشخاص مغاربة وأجانب. إلى أي حد النيابة العامة عندها آلية لضبط هذوك اللوائح ديال الشهود، ضبط الأسماء ديالهم وعدد القضايا في الشهدو، لأن كيشهدوا عند الدرك والبوليس، كيشهدوا أمام المحاكم، خص يكون واحد المجموعة الجرد ديالهم والسوابق ديالهم حتى هما يتحطوا. جلسنا مع السيد وزير العدل والحريات وعطينا ملفا كاملا ووعدنا بانه راه غادي داير خاليه للتتبع. فعلا الحمد لله هذا الامر جاب الاكل ديالو عن طريق هذيك البوابه ديال الشهود. فالمحكمه اليوم في قلميم لقات القبض على واحد مجموعه الشهود، ومن ضمنهم من اعترف بانه كان يمارس حرفه شهاده الزور لصالح الشخص المعني. نائب آخر كان يحضر لطرح سؤال شفوي بشأن ضحايا آخرين. استقبلت مجموعة من الأسر تنحدر من مدن الرباط، دار بيضاء، طنجة، يجمعها موضوع واحد هو أنها تفاجأت بأحكام الإفراغ من المساكن التي تشغلها، وهي أحكام صادرة في أوقات قياسية ووقعت تنفيذ أيضا في وقت قياسي، وبالتالي تشكلت لدي قناعة أن الموضوع يجب أن يأخذ أبعاده الحقيقية، لأن الأمر يتعلق بمئات الأصول المغربية التي تتعرض لهذه العمليات المنظمة والتي تستهدف استقرارها وطمأنينتها باتفاق وتنظيم محكم مع أطراف
موجودة سواء في القضاء أو موجودة في إدارة المحافظة العقارية أو في جهة إدارية أخرى التي تسهل لها المسالك. قررت مساءلة الحكومة عن التدابير والإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها للحد من هذه العملية إنصافا لهؤلاء المواطنين وضمانا لاستقرارهم وطمأنينتهم. ربما يكون القضاء هو المتورط الأول في هذا الملف، ذلك ما توصل إليه هذا النائب من خلال دراسته للموضوع، وهو ما ينوي سؤال وزير العدل عنه. حضرنا الجلسة فكان هذا التدخل. شكرا سيد الوزير. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. هذه الظاهرة انتقلت من الحجم الفردي إلى ظاهرة جماعية، وأصبحت تهم عقارات عمارات في أحياء راقية، وانتقلت من وضع الجريمة العادية إلى الجريمة المنظمة في إطار العصابات، ولكن المؤسف وصل تأثيرها السلبي إلى القضاء. وفي هذا السياق سيد الوزير لابد من الإشارة إلى بعض القرائن الدالة في هذا الموضوع، منها صدور أحكام وتنفيذها في أوقات قياسية، صدور أحكام تستند إلى حجاج ووثائق مزورة، كما أنه للأسف لوحظ أن بعض القضاة للأسف استفادوا من العقارات موضوع هذه الدعاوى. تعقيب السيد بعض التواني سيد الوزير. أنا استغرب ما تفضل به السيد النائب من القول بأن هناك قضاة استفادوا من هذه العمليات. أنا أستغرب هذا وأستبعد تماما، ولا سيد النائب أو أي مواطن عنده معطيات في هذا الباب يتفضل الوزراء فتح الباب. شكرا. شكرا سيد الوزير. وزير العدل صحيح هو يحرم على نفسه ومحرم عليه أن يتدخل في مسائل قضائية، ولكنه مسؤول أيضا عن إثارة المتابعات والتأديبات في حق القضاة. أثير انتباه إلى أنه بالفعل كان هناك مجموعة من العصابات تقوم باستيلاء على بعض العقارات، وأنا أنبه المواطنين إلى أنهم خصهم وخا يكونوا محفظين العقارات ديالهم بالنظر إلى قانون الحقوق العينية الآن، خص الإنسان بين كل ربع سنوات يمشي يتحرى ويشوف الملك ديالو واش باقي في الملك باقي في اسمه أو لا، لأن هذا هو القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان منذ 3 سنوات. كاين هناك ناس يتلاعبون، ما خصناش نعطيهم الفرصة باش يتلاعبوا. ينص قانون الحقوق العينية الجديد على أنه إذا قدم أي طرف أوراقا ثبوتية لإدارة المحافظة العقارية لتحفيظ عقار ما، فإن عدم طعن المالك الأصلي للعقار خلال 4 سنوات يعطي الشرعية الكاملة للطرف الأول مهما كانت حجة الطرف الثاني. نص التشريع المتحدث عنه جعل من المعطيات المدرجة بالرسوم العقارية معطيات لا تقبل إثبات العكس، معنى أنها معطيات يقينية وصحيحة 100%، والمكنة الوحيدة التي تبقى لمالك العقار الذي تم الاستيلاء على عقاره وعلى ملكه هو الطعن في ذلك العقد المزور أو في الوثيقة التي تم بموجبها نقل الملكية، وذلك بالطعن فيها داخل أجل 4 سنوات من تاريخ إدراجها بالرسم العقاري. معنى هذا أن من أهمل الاطلاع على الرسم العقاري، من أهمل مراجعة مصالح المحافظة على الأملاك العقارية بعد مرور 4 سنوات من تاريخ إدراج العقد المزور لم تعد له أي إمكانية للطعن في العقد وفي المطالبة باسترجاع عقاره. القانون يمثل انتصارا لمافيا العقار كونه شكل ثغرة جديدة في المساطر القضائية، هكذا يرى ناشطون في المجتمع المدني، مؤكدين أن المافيا قد أفلحت في تمريره إلى أروقة المؤسسة التشريعية. هذا هو التشخيص، والتصدي له يعني عبر ما يمكننا كمجتمع مدني في إطار تنزيل الدستور والتصدي عبر البرلمان وعبر الحكومة وعبر كل القوى الديمقراطية للدفاع على هيبة الوطن وعلى الممتلكات وعلى الدفاع على استثمار. من هو هذا المستثمر الذي يأتي لهذا الوطن وهناك الممتلكات تسرق؟